لنواصل معكم دائما برنامج فضاء الأسرة فقرة أجي نستفد. كنتمنى تكونوا كتستفدوا معنا كي كنقول كل صباح أكيد. إذا يمكن لك باش تحتفظي بعض العصائر الطبيعية في الكونجيلاتور من طبيعة الحال فاش تحتاجيها، وغادي ديري ديك القوالب ديال مكعبات الثلج غادي تعمريها بالعصير ديال البرتقال أو الليمون أو المونغ أو أي عصير، غير هو يكون كونسونتخي، يعني باش إلا جبتي داك المكعب إلا درتيه في الماء غادي يلاه يجي هو هذاك، ويمكن لك تضيفي له السكر. إذا قلنا باش تحتفظي بعض العصائر اللي هي طبيعية الكونجيلاتور، يمكن لك تقبطي داك القوالب ديال مكعبات الثلج تعمريهم بالعصير، ويكون اما عصير الليمون او البرتقال او المونغ او اي عصير او الفخيز، اي عصير بغيتي، غير هو خصو يكون كونسونطري باش حتى لا درتي له ضفتي له السكر كيجي طبيعي، ويمكن لك تستخدميه في اي وقيته. اذا انا غادي نتكلموا كذلك على بعض الفوائد عند استخدام زيت القلي المناسب، فهذا أمر كيحير كثير من ربات البيوت، وكيشير الخبراء إلى أن هناك زيتان أكثر صلاحا من غيرهما للقلي، هما زيت الزيتون وزيت الفستق أو الفول السوداني. يعني كل شيء كيعرف الفول السوداني أو زيت الفستق، وكنعرفوا أن زيت الزيتون هو الأفضل للصحة نظرا لغناه بالأحماض الدهنية المهمة جدا على صعيد مكافحة الكوليسترول السيء في الدم. وفي المقابل زيت اللوز أكثر غنى بالأحماض الدهنية المشبعة مقارنة مع زيت الزيتون، غير أن المشكلة في زيت الزيتون هي أنه كيفقد النكهة ديالو بالحرارة بسرعة، لكن واحد المعلومة اللي غادي نضيفها ما كيفقدش الفوائد ديالو. يعني كثير الناس كيقول لك حقا لا طيبنا في زيت البلدية ولا لا قرينا بها غادي تحرق وغادي ما تبقاش فيها فوائد، وإنما فعلا كتشمو ديك الريحة اللي هي خايبة وكتفقد الطعم ديالها، ولكن الفوائد ديالها كتبقى كما هي. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، مازال ان شاء الله غادي نعطيو مجموعه من النصائح طيله هذا الاسبوع والاسبوع اللي بعد منه في باقي الحلقات. اذا نخليكم اللحظه مع فاصل ونرجع نواصل معكم في موجز الاخبار رفقات يونس العثماني، بعده مباشره فقره شهيوه.